كانت عندي مداخله في اكادير في المؤتمر الجهوي ماشي في المنتدى ديال الشباب المؤتمر الجهوي وكنت قسمت المداخله ديالي الى مجموعه من الاقسام وتكلمت على الاشبار ديال الاخ المشي رحام والحوقات مع الدراهم 800 درهم في القسم الاول خرجت من القسم ومشيت ودرت واحد جولة في التاريخ وفكرت بال يعني بالحزب وقت النشأة كيفاش عاش واحد المراحل ديال الأزمة كيفاش واجه وكيفاش استطاع يكون حاضر في